اقول بندر يمكن الوقت الماضي او سكوتنا في الوقت الماضي والتعدي اللي صار في الوقت الحالي اتوقع يمكن بدايه كاس العالم والعلاقات اللي سواها المستشار تكال الشيخ في وقت قصير صراحه، تعاوننا مع الاتحاد الدولي، تعاوننا اكثر مع اتحاد، اتوقع ان هذا خلى بعض القنوات او بعض الشعوب القريبه منا يعني تتمادى في اشياء. صراحه كنا في يعني في البدايه انا اللي لاحظته ان كنا يعني مبدا السكوت او مبدا المتفرجين، بس في الوقت الحالي من تصريحات المستشار تركي آل الشيخ اتوقع هذا الوقت المناسب، بان صدق يعني كل شخص يعرف قدره ويعرف ان المملكه العربيه السعوديه حد يعني شيء يعني يعني زي ما يقولون خط احمر لا فصل فيه. اتمنى ان شاء الله، اتمنى يعني اتمنى مننا كاعلام سعودي واتمنى من جميع المسؤولين الرياضيين في المملكه العربيه السعوديه حتى يمكن بمشاركتنا في المونديال هذا ان نتحد مع الرجل هذا عشان نقدر ننهض برياضتنا، لان في ناس يستغلون الفرص في بعض زي مباراه الافتتاح. يعني انا شفت اصوات رياضيه في المملكه العربيه السعوديه ساعدت قنوات وقنوات وقنوات على انها تتدخل بشؤون المملكه العربيه السعوديه، وهذا الشيء اللي انا ما ارغب فيه، ان ندري ان المنتخب العربي السعودي ما قدم في المباراه الاولى الشيء اللي يشفع له، الشيء اللي كان متامل بالشعب السعودي. بس انا متاكد ان شاء الله يعني الرجل اتوقع له 7 شهور قادم للرياضه، اتوقع يحتاج وقت في الوقت القصير اللي قدر الرجل يعني يسويه مع الانديه او مع المنتخب او بوجود مدرب كبير زي المدرب بيتزي، على ان انا لي تحفظات على المدرب صراحه في بعض المباريات، بس انا اقول القادم بيكون افضل ان شاء الله. وبعدين الاساليب صارت مكشوفه يوسف، يعني ما عاد تمشي خلاص لا على الصغير ولا الكبير، يعني صاروا يتكلمون بشكل واضح الان.